وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه قد انطلقت تحت عنوان العمل على تكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، وتستمر الفعاليات حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضور عدد من الوزراء المعنيين وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر. ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس. المركز بيتكون من 12 معهد بحثي، احد هذه المعاهد هو يعني المعهد اللي انا بشرف بادارته حاليا، معهد بحوث النيل، بجانب عدد كبير من المعاهد مغطيه تخصصات كتيره جدا في مجال المياه، منها معهد المياه الجوفيه ومعهد الموارد المائيه ومعهد الصرف ومعاهد كتيره جدا في تخصصات مختلفة ودقيقة في مجال المياه، بتقوم على أبحاث يمكن هي الركيزة الأساسية اللي بتقوم بيها أو بتستخدمها الوزارة في إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية كلها. احنا عندنا اسبوع القاهره للميه بالاضافه للفعاليات بتاعته بيضم العديد من المسابقات هدفها نشر الوعي بين طبقات المجتمع المختلفه، طلبه، رواد اعمال، بحثيين، جميع طبقات المجتمع بقضايا الميه وبالتحديات اللي بتقابل قطاع الميه في مصر. وكان عندنا والسنه دي منظمين 3 مسابقات زي الكايرو ووتر ويك اللي فات الخامس، وبالإضافة إلى مسابقة رابعة وهي مسابقة ابتكار.